أهلا بكم مجددا. يشارك وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة العليا للسياحة الشيخ سلمان الحمود الصباح في الاحتفال بإعلان المنامة عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2016 والذي تحتضنه مملكة البحرين. شارك بالعاصمة البحرينية المنامة وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الشيخ سلمان الحمود الصباح، وذلك في حفل تدشين المنامة عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2016، والذي عقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني، حيث أقامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حفلا خاصا استعرضت من خلاله تاريخ البحرين الحضاري وأهم الملامح والمحطات السياحية بالمملكة. شرفني أن أمثل دولة الكويت في مشاركة أشقائنا في مملكة البحرين بمناسبة انطلاق احتفالات المنامة عاصمة السياحة الخليجية، والحقيقة في حضور رسمي كبير ترأس سمو ولي العهد سمو الأمير الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، وخلال الحقيقة كان هناك احتفال رائع تحدث عن تاريخ البحرين المجيد وتراث الكبير ومسيرتها العطرة. واليوم الكويت في هذه المشاركة في هذه الانطلاقة لأول مهرجان للسياحة الخليجية ينطلق في المنامة عاصمة البحرين له معنى كبير لاهتمام قادة دول مجلس التعاون بالسياحة كأحدى الروافد الأساسية للتنمية الاقتصادية. وكان وزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أقروا المنامة عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2016 لما تمتلكه المملكة من مقومات سياحية وحضارية في إطار المشروع الخليجي المشترك للسياحة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي، بما يستند على متانة العلاقات بين الدول الشقيقة وأبنائها وحرصهم على روح الأخوة والتكامل. تأتي مشاركة معالي وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود الصباح من خلال حفل تدشين مملكة البحرين كعاصمة للسياحة الخليجية كدلالة على مؤازرة دولة الكويت للثقافة والسياحة البحرينية من خلال هذا الحفل. زينب عباس لتلفزيون دولة الكويت، المنامة، البحرين.